ونرحب بضيفتنا اللي انضمت لنا عبر الهاتف الأستاذة كلثم الشامسي، تنفيذي تخطيط التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. يا أهلا ومرحبا بك ويانا أستاذة كلثم. حياك الله. مرحبا. يا أهلا بك. طبعا شو هي يعني شو اللي يميز اتصالات أو تي بي خصوصا لهذا العام والمدة والأوقات؟ طبعا احنا هاي السنه نحتفل بالسنه العاشره لاتصالات ام او تي بي اللي بيكون من 19 الى 29 يناير، باقي بس كم يوم حق الفعاليه، فان شاء الله الناس يلحقون يستمتعون بالفعاليه في حي دبي للتصميم. مثل ما قلنا السنه هذه مميزه، نحتفل فيها بالدوره العاشره، فتقدمت صالة أم أو تي بي أجندة مليئة بالفعاليات الأزياء والرياضة عبر مناطق متعددة، إضافة إلى منطقة الألعاب الخاصة من الثمانينات لنقل المتسوقين إلى عصر الألعاب. وتضمن الفعالية جسرين مضيئين تم تشييدهم على طراز جسر بروكلين الشهير. نعم. حيث يمكن للزوار رؤية جميع أنحاء دبي من فوقهما. الفعالية هي مستوحاة من مدينة نيويورك، مدينة نيويورك المحببة على قلوب الكثير من الناس اللي نشوفها في المسلسلات والتلفزيون وإلى آخره، فالكثير منا يعني عندنا الفضول أن نعيش تجربة مدينة نيويورك، فاتصالات أم أو تي بي يعطينا هذه الفرصة في خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق. جميل جدا. طبعا انتم ما شاء الله عليكم تحضرون العالم لنا في دبي وفي الفعاليات الجميله هذه، لو تقدرين تخبرينا شو اكثر المتاجر المشاركه وعددها؟ طبعا معروف عن فعاليه اتصالات ام او تي بي هي التركيز على المشاريع المتوسطه والصغيره، ففي خلال الفعالية يتم التركيز على المصممين وتجار التجزئة المحليين ومفاهيم المأكولات والمشروبات الجديدة، فتوفر اتصالات أم أو تي بي فرصة كبيرة لرواد الأعمال للتفاعل مع الجماهير الجديدة وعرض علاماتهم التجارية ومنتجاتهم. نستعرض أكثر من 60 علامة تجارية تابعة ل60 تاجر تجزئة مختلف ومفاهيم المأكولات والمشروبات من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة طبعا مشاركين أخواننا من مصر والمملكة العربية السعودية في بعض من المتاجر. أيضا هذا العام شراكة حصرية مع علامة تجارية فنتي بيوتي التابعة لنجمة الغناء العالمية ريانا، فيجمع اتصالات أم أو تي بي بين المشاريع المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى العلامات التجارية الكبيرة. نعم. أختي كلثم، كلمينا عن تحقيق وانتشار فعالية دبي بيتس اللي كانت من ضمن حدث اتصالات أم أو تي بي خصوصا لهذا العام. قدم مهرجان دبي للتسوق فعالية دبي بيتس مجددا اللي تتضمن 4 ليالي من الحفلات الموسيقية اللي بتنطلق هاي السنة في تاريخ 19 و20، انطلقت في الأسبوع الافتتاحي لاتصالات أم أو تي بي، ومستمرين في تاريخ 26 و27 من يناير في حي دبي للتصميم من خلال اللي هي وحدة من فعاليات اتصالات أم أو تي بي. طبعا هالفعالية لمحبي الموسيقى، ممكن يتعرفون على الموسيقيين الشباب الواعدين في المنطقة والذي يتوقع أن يحقق نجومية كبيرة إن شاء الله بإذن الله. طبعا أنا بالنسبة لي من حبي الموسيقى فشكل لازم أمر كنا نحب الموسيقى أكيد طبعا. نشهد ختام فعاليات الأسبوع الأخير من مهرجان دبي للتسوق، شو التحضيرات النهائية لهذا الحدث؟ طبعا نحن على بعد أيام من انتهاء مهرجان دبي للتسوق، حيث يمكن جميع التسوق والربح والاستمتاع بالعروض الترفيهية في مهرجان دبي للتسوق، فلا تفوتوا فرصة مشاهدة عروض الدرونز الضوئية الحديثة في بلو ووتر في ذا بيتش يوميا في الساعة 7 مساء والعاشرة مساء حتى آخر المهرجان. طبعا هذا الأسبوع بيكون عندنا عرض مميز لليزر بالإضافة إلى عروض الدرونز والألعاب النارية. نعم جميل. طبعا أختي تفضلي. عفوا. فبعد ممكن للي حابين يعني يشاركون في المسابقات في DSF بلاك بوكس من خلال انفاق 200 درهم واكثر في مراكز التسوق التابعه لمجموعه ماجد الفطيم، والكثير بعد من العروض الترويجيه والسحوبات خلال اخر اسبوع في مهرجان دبي. نعم طبعا نتمنى لكم كل التوفيق. اختي كلثم الشامسي، تنفيذي تخطيط التجزئه في مؤسسه دبي المهرجانات والتجزئه، كل الشكر لك على المعلومات اللي قدمتيها. طبعا فصل عن الخطوه لكن كل الشكر لها. لا الحمد لله يعني اعطتنا كل المعلومات الله يجزاها خير.